سينما اكيد افلام كثير حلوه، كنا موعودين انه على بدايه السنه يكون في افلام حلوه مثل كل بدايه سنه. على كل حال حتى اصلا شهر ديسمبر كان في افلام حلوه، يعني كانوا عم بيخلصوا السنه بموفيز بينحضروا، وهلا موجودين على بسايد السينما، والبدايه كمان حتكون بافلام احلى. بعيدونا على طول بافلام، بعيدونا وبلس في هلا بيكون في الاوردز، يعني بكان كمان سون ببلشوا الاوردز، فالكل ببلش هلا كل الفلوم يعني بيخلصون تبع هيدا السيزون، واجمل الافلام بيكونوا هلا عاده. رح نحكي نحن اليوم عن لي ميزيرابل، طبعا قصه معروفه كثير، فيكتور هوغو معروف كثير، انا ما كنت حبها ابدا، هلا شوي صرت استوعبها هالقصه، تفقع لي قلبي. ولا مره هيك كان عندي هالشوق انه كملها كلها، يعني ولا مره مثل انا كارينينا وقت ما كنا عم نحكي يعني عنها حتى بالمدرسه ما قريتها وكملتها كلها. انا ما قريتها اصلا بالمدرسه. منيح مرلنا يا الله بلشت فيها. لا انا عم بهيلك يا عم ليك انه انا من الاساس، لا لانه بتقهر يعني كثير بتقهر، ولا مره جربت خلصها للاخر، بس بالفيلم متصور رح نضطر نخلصها للاخر. فيلم كثير حلو الهيئه، فيلم مهم، المهم فيه كمان انه المخرج هو توم هوبر يلي هو مخرج ذا كينج سبيتش. انا بكفينا انه يكون مخرج ذا كينج سبيتش، روح احضر شوف شو عمل باللي ميزيرابل، يعني لانه كيف قدر يعملها ادابتيشن، يعني كل قصه بياخذها توم هوبر بيعمل منها شغله. هلا بضل في انتقادات، يعني بضل في انتقادات من النقاد انه هون قال له هون اكثر وهون مش مزبوط وهون مزبوط، خاصه ذا كينج سبيتش لانه كان مرحله تاريخيه عم بيترجمها لفيلم، فعلى طول بينتقدوا النقاد اللي هن عاده بيكونوا مختصين بالتاريخ، انه هي يمكن ما صارت بنفس الطريقه او هي بنفس الطريقه، بس المساج عاده بيكون هو الكور. وفي ناس بحبوا كثير النق، يعني على كل حال شغلتهم. لا بس فعلا اكيد رح يكون فيلم رائع بتحضروه بالسينما، والحلو انه قبل ما ينزل على السوق، قبل ما ينزل على صالات السينما، ترشح لجولدن جلوبز. ترشح لجولدن جلوبز، يعني بيكفي اذا بنقول مين الكاست، سميت المخرج، اذا بدنا نحكي عن الكاست كاتيا الممثلين اللي عم يشاركوا بهذا الموفي اشهر من ان يعرف، يعني هيوك جاكمان، راسل كرو، اماندا سيفريد، وان هاثاواي، هالجروب يلي هن عم يلعبوا الادوار الرئيسيه الاربعه يعني بالموفي. انا شخصيا بروح بعد الفيلم بس مشان راسل كرو، يعني من هو العالم يلي من ايام جلادييتر وبكمل ان هاثاواي. لا بفضل اماندا سيفريد. اوكي اذا بدك تخيليني بين هالخيارين بفضل اماندا سيفريد. بس كمان صحيح انه الكاست كثير مهم، بس معروف توم هوبر انه تحت ادارته بيطلع كثير من الجوائز من الاوسكارات. مزبوط، يعني ذا كينج سبيتش اشدني هذيك السنه، يعني ما في اوورد ما بيطلع بس اكتر، يعني كمان الاكتر بينقي المخرج اللي معقول يبينه باحسن صوره ويوديه للاوسكار، يعني مش وحده الاكتر هو اللي بيقدر ياخذ الاوسكار، هو الكل المتكامل والمخرج له دور اساسي. تنشوف شو رح يصير السنه بالاوسكارات، تعرف حتى نشوف الجولدن جلوبز. اتس فيري نايس موفي، بس بعتقد لي ميزيرابل واحد من الافلام يلي حلو واحد يكون عم ببلش سنته فيهم، ولكل العالم يلي ما كانوا جد يكملوا قبل بعتقد بهالفيلم رح يكونوا عم يكملوا، لأن وقت نحكي عن هيك موفي كاتيا غير عن القصه يلي يمكن القصه الكل بيعرفها، بس الموسيقى بتلعب دور كثير مهم بهذا الموفي، ويمكن هذا من الافلام القليل يلي بتفوتوا وبتحضرون وبيكون عندكم هالحشيه انه تنطروا الموسيقى ولا تسمعون ولا تشوفوا كيف بتتداول كل الاحداث فيهم. يعني منه هالفيلم الميوزيكال اذا بدنا نشبهه لغير شيء، منه فيلم رائس اكيد، ولكن المشاكل يعني وقت بدهم يكونوا عم بيتجادلوا بين بعضهم رح تكون كلها باغاني محطوطه سوا بهالموفي يلي عن جد اتس ماست واتش موفي. وكون الاحداث جرت بال 1815 مبدئيا حسب فيكتور هوغو، 19th century، فكمان رح يكون في كوستيوم ديزاين مختلف، وكون في يعني المجتمع الفقير والمجتمع الارستقراطي، فكمان رح يكون في هون ابحاث كثير وانتقادات كثير قد ما بدك بعدين على لي ميزيرابل. خلينا نشوف تريلر. I dreamed a dream in time gone by, when hope was high, life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. Come at night, with their voices soft as thunder. So different.
لازم نشوفه فيلم ضروري انه ينحضر. فيلم ثاني سيرك دو سولاي ووردز اواي فانتسي هون صرنا اكثر بعد لانه يعني بالنهايه ليميزيرابل بيحكي عن اوقات اشياء بالحياه الواقعيه بتصير. يمكن فيكتور هوغو عم بيزيدها شوي صغيره بس اكيد في مقاس اكبر من هيك بكثير بس تعرفي بسيرك دو سولاي بعتقد انا كمان يعني في يكون قصه هو قصه واقعيه يعني بطريقه او اخرى بس الحلو فيه انه رح يلك لعالم الاحلام يلي هو بالسيرك عاده بتعيشيه يعني هاللحظات يلي بتعيشوها تروح لتحضروا سيرك وبعتقد من اشهر السيركس بالعالم يعني هو سيرك دو سولاي. فالفكره تبع هالفيلم كاتيا انه رح يكون عم بيفاجينا الاحداث اللي بتصير مع العالم اللي بيشتغلوا بالسيرك ومش حيلا احداث قصه حب رح تكون عم بتدور بين شخصين بيشتغلوا بهالسيرك ولكن اوقات الكاست يمكن يلي بيكون عم بيمثل بدور معين يعني ما عم بيشارك باداء معين ما بيضل لفتره طويله لو بيرجع بينتقل على غير تنت كيف عبروا عنها يعني ما بينتقل على غير سيركس ولكن هالحب قد ما بيكون قوي بيناتهم رح يكونوا عم بيشتاقوا لبعضهم وبيصيروا ينبشوا على بعضهم بكل أنحاء العالم. في كلاون دعي احد يعني صبيه من الحضور انها تشاركه باكت معين اكزاكتلي وكان في هالستنت مان هو مش ستنت مان يعني بيعملوا عادة الاكروباسي وبينغرم فيها يعني من دعوه من الكلون فات على السيرك وهالشخص انغرم فيها وبتصير هي تلحق وتنبش غلطه غلطه بالبرفورمانس يعني وقع فركضت لتساعده وقعوا اثنيناتهم بشي جوفر بشي دهليز تحت السيرك واو بالحب يعني رح يكون اكيد جو حلو كمان موسيقى كتير حلوه. هلا الكاست منه كتير معروف إريك كالينز وإيغور زاريبوف بس اللي لفتني بإريك كالينز لما طلعت عليها انه مشاركه بكتير تياتر يعني لسيرك دو سولاي يعني على المسرح يعني بتعرف الشغله بتعرف العيله كلها يعني وبعدين هي كثير اتلتيك كثير يعني رياضيه فهالشيء كمان كان مفيد لها وبعدين بتغني هلا ما بعرف اذا بالفيلم بتغني ما قدرت اعرف اكيد فيلم حلو. هلا كمان اللي حلو بالفيلم كنا عم نقول قبل شوي انه سيرك دي سولاي يعني هي بالنهايه قصه وبالنهايه عم نرجع نفوت على اجواء السيرك اكثر من هيك في ببعض المشاهد او كثير من السينز هن من سيرك دي سولاي من الشو بحد ذاته اللي عم يصير بلاس فيغاس. هلا كانت لي شوينج ففي متحضرين بس يعني عم يصوروا كانوا مش اكثر من هيك ما كان تمثيل كان تصوير للسيرك. بتعرف بعتقد This is a family movie يعني لي ميزيرابل هيداك ريتد هيداك الموفي ريتد بي جي 13 يعني اكيد لان في مشاهد وفي الكلام اوقات بيكون شوي عنيف بس هيدا اتس فاميلي موفي سيرك دو سولاي وبعتقد الكل حينبسط فيه لانه من الافلام القليلين يلي عن جد حيقدروا يفرجوك الكوليس تبع السيرك والاحداث اليوميه يلي بتصير معهم لهالاشخاص جوا السيرك. سيرك دو سولاي ووردز اواي كمان يعني العنوان بيقول قد بيكون في يعني عوالم بعيده عن بعضها او عالمين بعاد عن بعضهم ممكن انه يلتقوا او ممكن كل حياتهم ينبشوا او يمشوا باراليل بلكي يلتقوا بلكي لا ولكن دائما هيك طورتين انه يلتقوا لازم يحضروا الفيلم فيه كثير من الالوجنز. خلينا نشوف تريلر. Every day life can sometimes seem ordinary. So it's natural to crave something more. To hunger for something that you can't describe. As it turns out, all you have to do is step inside. هلا 3D كمان هذا رح نعرض بلبنان 3D بتعيد عم ينعرض لازم عم ينعرض 3D كمان هيدي قصة 3D شغلة حلوة يعني تعودنا عليها مع الوقت بس رجع حضر الفيلم مش 3D عم تحبيهم 3D مش كل الأفلام
في افلام ما لها طعم اذا حضرت 3D يعني ما لها معنى بس بس بتحط العين بتتعب فيها على الفاضي بتلعب فيهم وكثير وقت بتضايق يعني وقت تظهر من السينية بتضايق هيك عندك اول دقيقه دقيقتين بس في الافلام الجرانديوز يعني اللي فيهم ديكور كثير كبير كثير مهم فيهم تفاصيل بتظهر اكثر بال 3D مظبوط بس اوقات بتحس انه زادوا على الفيلم فكره 3 دي مشان بسن وحده يمكن بتطير النحله لتقطع قدامك بتحس انه ما لها ما يعني. حرزت بس بهالفيلم بليك ليه بتقيت حلو 3 دي لان قد ما فيه الوان وقد ما فيه هيك فيه اكشن وفيه اكروباسي وكل هالاساس انه بتنبسط بتعيش كنا عم نحكي هو تريلر ماشي قد ايه اهميه السير بمخيله الناس يعني بيصيروا يتوقعوا انه في قصص عم بتصير خاصه انه هالناس او هالاشخاص اللي بيشتغلوا بالسيرك واللي بينقلوا من بلد لبلد كل الوقت هلا صارت الاشياء اهين ولكن بالاول كان السيرك يعني بده وقت لينتقل من بلد لبلد وفي حياه عم تنعيش بهالوقت بنحكي كثير قصص حواليها ودائما في هال الساحر وهالاكروباتيا اللي بيعمل العاب بهلوانيه وما كثير يعني بتكون يعني للجمهور ما كثير بتكون عم يستوعبها جمهور كيف عم بتصير وباي طريقه حتى الاكروبات بالنسبه لهم ساحر يعني هلا مع الوقت بلش يتسحر السيرك يعني يخف شوي لانه صرنا نحن حشريين وبدنا نفوت هيك على ال وان بليس يعني اذا بتعمل شوي ريسيرش فيك تعرف التريكس اللي عم بيصيروا يعني يمكن الانترنت كسرت هالطبيعه السحريه اللي قبل كان موجود بس بدل في قصص اللي هي العين بتنطر لتشوفهم خصوصا الاكروباتيك وركس يعني وقت تشوف الشخصين هن عم بيطيروا بالجو وبيكون طاير عم بيبرم وبيتهدى بثاني شخص يعني بعدها قصص بتحلمي فيها ومنها هينه ومنها هينه كمان فيلم هالمرة كوميدي وفاميلي موفي كمان و 3 دي أستريكس أند أوبليكس جود سيف بريطانيا يس هيدا يعني آخر they want to save everything ما في شيء ما رح يخلصوا أستريكس وأوبليكس هن ال ultimate heroes آخر فيلم حضرناه يمكن كان ميسيون كليوباتر والفكرة تبع أستريكس وأوبليكس يمكن هالبان دي سيني اللي هيك كل الأجيال ربيوا عليهم يعني ما عندهم حقبة معينة أما جينيراسيون معينة جيرار دي بارديو أشهر من أن يعرف يعني هو اللي عطول انشهر بدور أوبيليكس كمان عرفت أنه فيلم من فرنسا جيرار دي بارديو لأن كانوا عم يدفعوا تاكس حوالي 80% من كل أرباحه فسافر وراح على بلجيم ليتجنب هالتاكس جوني هوليداي كمان لحقه فأغلبية العالم يعني عم بيفلوا من هالبلد قد ما صار التاكس فيه كتير عالي تاكس عالي جيرار دي بارديو على كل حال يعني بيعطي يعني وزن لهالدور بيعطي وزن كتير مهم لهالدور واختيار كتير صحيح لأوبليكس عن جد يعني أوقات يعني الأولاد صغار يعني أو مش صغار أو الشباب صغار وما بيعرفوا كتير منيح لجيرار دي بارديو أو بيبقوا سامعين عنه بيقولوا جيرار دي بارديو عم يلعب أوبليكس إنه ولو يعني انه بيقدر يلعب اهم من هيك بكثير بس لما بتحضر الموفيز وبتحضره بهالدور بتشوف انه هو اللي قدر عطى قيمه لأوبليكس بالثلاث افلام هذا ثالث فيلم لانه لاستريكس أوبليكس في ميسيون كليوباتر وواحد ما بتذكره فبهالثلاثه على طول كان هو اكيد عم يلعب دور أوبليكس وكثير من العالم بينطروا كانوا ليحضروه بهالدور لان طبيعة الفكاهه اللي كان عم بيعطيه لهالدور كاتيا كان عن جد كثير مميز وكان هذا الايماج تبع أوبليكس يعني هذا الكاركتر بس ولكن الافلام على طول أستريكس أوبليكس بيتهموا انه فيهم اوقات كوميدي اكثر من اللزوم اكثر من القصه المضبوطه او اكثر من البي دي يعني اكثر ما انه تكون عم تقرا وتحس بهالكوميدي يلي كثير ذكيه هون عم تكون كثير عم يجربوا انه كثير يظهروها بطريقه فكاهيه اتفق على بميسيون كليوباتر كان معهم كمان احد اشهر الممثلين اما الستاند اب كوميديانز بفرنسا اللي هو جمال دبوز يعني ما فيك ما تضحكي بهذا الفيلم كاتيا بتكوني قاعده هلا هيدا الفيلم ما بعرف اذا حيكون نفس الشيء مثله القصه اكيد على طول انه أستريكس وأوبليكس هن ضد جول سيزار وهون عم بيخلصوا بريطانيا لان كوزانو لأستريكس بيبعت وراهم ليروحوا على بريطانيا ليخلصوا لان بتكون الملكه هونيك مضطرين الملكه هونيك حب انه يضل في عندها الاستقلاليه وما تخضع للحكم الروماني اللي هو كان بقياده جول سيزار بدهم يستعونوا بهالبورسيون ماجيك يلي بينشهروا فيها بتعطيهم القوة زيادة يلي غرق فيها أوبليكس هو صغير يعني مشان هيك عنده هالقوة وبيتميز بهالكاركتر وهالمرة أسطول جول سيزار رح يستولوا عليه تصور قد ايه قوية مش معقول لي جولوا خلينا نشوف تريلر Je vais en Gaule, je tombe sur toi. Je vais en Égypte, tu me mets des bâtons dans les roues. Maintenant, tu m'empêches d'envahir la Bretagne. Tu as clairement décidé de me pourrir la vie. Bah écoute, je le sais comme ça. Ces aventures d'Astérix, c'est pour les aventures de César. Les aventures d'Astérix?
Oh, c'est chouette, on va aller en Bretagne. Ils ont des romains tout neufs là-bas. Quelle force! C'est la magique potion, je présume. Excellente nouvelle. Pourquoi vous parlez à l'envers? Je demande votre pardon. Voici Astérax. Bonsoir. Obélax. Bonsoir. Non, donne une seconde, pensez. Bonsoir, tu sais, avec un accent tonique sur le A. Bonsoir. Mes compagnons sont... Gaulois. Il est facile de le deviner. À l'accent. Non. فيلم مهضوم ما في شك. هلا المخرج لوران تيرار، مخرج لو بوتي نيكولا، يعني اذا بدنا شوي نقارن او نشوف يعني في عنده هيك دائما يعني باللو بوتي نيكولا حسينا كثير في هيك نوع من الطفوله بالنظره للموضوع. واستيريكس اوبيليكس كمان كل واحد بيقدر يقريها على طريقته الخاصه ويستخلص منها اللي بده اياه، يعني الصغار او المراهقين بيقروه بس الكبار كمان بيرجعوا بيقروه لا ما بتزهق منهم. الرواية تبع أستيريكس وأوبيليكس ضد هالرومانس وجيل سيزار ما بتموت، يعني كنا عم بقلك بالبداية ما عندهم جيراسيون معينة، الكل بضل يحب يقرا أستيريكس وأوبيليكس. ودائما لما بشوف الخير يعني ضد الشر دائما شو ما كانوا، لو مش مزبوط ولو مش معقول تكون حقيقة ولو يعني كثير فرسيل أشياء بتضلك تحبها، غريب شو هلا. ثانكس إلي. اني تايم. وهالثلاث افلام كاتيا هن في لي ميزيراب بينزل هالجمعه بالسايت السينمائيه بلبنان، اما هوليك الاثنين اللي حكينا عنهم هن اوريدي موجودين، يعني من استيريكس واوبيليكس وسيرك دو سولي اوريدي موجودين بالسايت السينما بلبنان. هابي نيو يير اجين. سيم تو يو كاتيا. رح ننتقل عند ستيف. شو ستيف؟ هابي نيو يير لكم لإلي ولإلك ولعيالكم كمان وانت كمان لكل المشاهدين. كيف مبلشين السنة؟ أنتوا يعني بقوة بقوة أكيد دايماً قوة عايزة.